موجز 8 صباحا من اون لايف، اهلا بكم. اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الوزراء والمحافظين ونواب الوزراء الجدد على ضروره الاء الاولويه للارتقاء بالخدمات المقدمه للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم بالاضافه الى العنايه بمحدود الدخل. جاء ذلك بعد اداء الوزراء الجدد واربعه نواب للوزراء وخمسه محافظين اليمين الدستوريه امس امام الرئيس. التقى وزير الخارجية سامح شكري بوفد من سفراء السويد المعتمدين بدول منطقة الشرق الأوسط وبحث معهم مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر والتحديات التي تواجه المجتمع. وأكد شكري على الإرادة السياسية الكاملة لدى مصر لإتمام عملية التحول الديمقراطي بنجاح ومن خلال منهج متدرج يحافظ على استقرار المجتمع. تبدأ الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم مهرجان أسوان الفنون والثقافة باحتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، وتستمر الاحتفالية حتى 22 من شهر فبراير، وتتضمن مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها قطاعات وزارة الثقافة. في تصريحات حصرية لأونلايف قالت محافظ البحيرة الجديدة نادي عبده إن الرئيس السيسي أشاد بقدرة المصريين على تحمل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد. وقالت المسؤولة هي أول امرأة تتولى منصب المحافظ، قالت إن الرئيس نبه إلى دقة وخطورة المرحلة الحالية مشيرا إلى ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة المحيطة بنا. يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء المرسوم الخاص بمنع مواطني 7 دول من دخول أمريكا ليقرر بدلا منه مرسوما جديدا معدلا بشكل كبير، وذلك بعدما طلبت وزارة العدل الأمريكية من محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو طلبت التخلي عن الإجراءات المتعلقة بالمرسوم الذي أصدره ترامب، موضحة أن السلطة التنفيذية تفضل مراجعة نسختها بدلا من إضاعة الوقت في المحكمة. مشاهدينا، نهاية هذا الموجز، نلقاكم على رأس الساعة.